الاخ كنشكرو اخ سمير على الاستضافه هذه. بالنسبه الاخوان كنقدم لكم راسي فرحان حسن رئيس نادي اتحاد انوار الهراويين اللي هو ابن المنطقه اللي هو كما كتقول عنده غيره على المنطقه وسابقا لعبت في نادي الاولمبيك البيضاوي 1991 92 93 كنت من المحظوظين ومع الاسف هادشي وارد في كرة القدم عدد ديال اللاعبين او مدربين او كيكونوا من المحظوظين. الحمد لله على كل حال وحنا باقين في الميدان الرياضي احنا باقين ان شاء الله عندنا طموح داكشي اللي ما وصلناش ليه نحاولوا نوصلوه للوليدة ديال المنطقه وجميع المناطق، لا مولاي رشيد لا سيدي عثمان لا لا مريم لا جميع كون من هو كريادي وعنده طموح كنحاولوا نعطيو ايد مساعده. هادشي واجب عليا كانا كان مؤطر او رئيس. ما بالنسبه لهاد الحاله اللي الفيديو اللي هو تشارت فيه هذاك شيء واجب عليا بين ما هذاك الوليد خاصني نوري اشنو باغي منه انا. هي المشكله هي اللي كنت كطمن عند شي لاعب وهادشي كيعرفوا جميع المؤطرين، الا بغيتي هذاك اللعاب يعطيك داكشي اللي بغيتي منه درونك خاصك تقولي انت المطلوبات ديالك منه تولي من نسبه كما كنقول هاد وليد. كما تشوف هذاك الفيديو كان عندي واحد خصاص فيه اللاعب اللي دروا كيطلع ودرونك فاش كتضيع منا كره ما كيعاودش يرجع ضروري كيولي داك اريان كوج ديالنا كيولي عليه طالع مزيود عليه ليلي دروا ولي اريان دروا درونك. كما تشوف هذاك الفيديو هذا الاخ سميتو انس بالخو اللي هو كما كتقول باقي وليد باقي ما مكونش ودرونك هادشي كتعرفوه في الانسان اللي كيكون لاعب في الاحياء عدد ديال الوليدات كيكون خاصهم تكوين كيكون خاصهم يد مساعده درونك الا بغيتي داك الدري درونك يوصل درونك داك الوليد بالفرحات عليا خاصني انا نشدو من احياء ونجيبو درونك خاصني نوري اشنو عندي انا قاش باش الى هذاك الوليد طلبت منه شي مطلوبات الكون ديجا طال منه اشنو باغي يوصل ليا. بالنسبه لشي ماشي كوليد حنا كنهضروا على الفيكتيف ديال نادي اتحاد انوار الرياضي الفيكتيف كامل لا فئات سنيور لا فئات كادي جونيور هادشي واجب علينا. الحمد لله كنا من الناس محظوظين ماشي كيما كتقول كيقول واحد مثال التلفازه لا خسرت ما كديرش عند السيكليس غديها عند المعلم ديالها درونك ماذا في هاد الدومين الا تكون خاصك عارف اشنو كدير فيه. هذه مجرد هضره كيما كنقولوا هاد الوليد شديتو درونك وغادي نبدا نوصل ليه شي حوايج خاصني درونك خاصني نكون ديجا انا عارفهم. هي راه كيما كيقولوا هو عارف باش تكون باغي من عند واحد السيد واحد الحاجه ولا باغي توري شي حاجه ودرونك هو كيكتشفك انت ما فاهمهاش درونك هادي كتكون حالات خاصه ديال المواطنين. انا الا بغيت نوصل داك الوليد خاصني ديجا نوصل ليه دوك المطلوبات اللي بغيت منه وصلهم ليه باللي تيطاي ها ها اشنو خاصك دير ليا في التيران هاد الدور ديالك هاد الدور ديال نفس الطريقه جميع الفئات او جميع اللاعبين درونك هادشي واجب عليا واجب على اي مؤطر كل من هو دخل الميادين الرياضيه او عنده شهاده او ما عنده او كذا ولا ديجا كيكون لاعب كره. درونك فاش كتكون لاعب كره كاينين هاد الحالات هادو ديال الانسان كيكون لاعب كره ما كيكونش فاهم فيها ايه عدد ويلي درونك الى شاهدتي الا شاهدتي وكان عندك طموح كون على يقين غتوصل داكشي اللي بغيتي ويلا كنتي محدود درونك كيما كتقول كتبقى كدور في واحد لانين ديال 50 متر كاريه درونك ما يمكنش لك غتشد واحد اخر وغتبدا تموتي فيه هاك هدير 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 وانت درونك ما عارفش هذوك الحوايج. وهادشي واجب علينا. انا تفاجات في هذا الفيديو تفاجات به في واحد مقابله اللي هي كانت في ملعب سيدي عثمان. انا تفاجات والوقت اللي شفت داك الفيديو هادشي كيما كتقول انا تفاجات
ويلي هذه خدمتي في نفس الطريقه هذه خدمتي انا كمدرب درونك حقاش هذاك الفيديو ما تفاجئ الا انا غادي بيه بطريق صحيح انا هذاك الوليد كنت كيما كتقول كنوري التاكتيك كيفاش اشنو المطلوبات اللي باغي منه درونك فاش شفت هذاك الفيديو وجيت تفرج فيه لقيت راسي نفس الطريقه داك الشيء اللي باغي منه هو اللي كنوصل ليه ها هو كيما كتقول كيكون واحد الوليد اللي هو ما مكونش من الفئات الصغرى كيكون ما متوش فئات صغرى وكتجي وكتلعبيه مثلا في السنيور وكيكون لو ريتم مهزوز شويه دروك كتوقع عليه فحال الصدمه فاش كيدخل ما كيبقاش يعرف فين يوقف ما يبقاش يعرف اش من وقت كيطلع اش من وقت كيرجع درونك كيولي كاع ربما كتجي الكره بداك الضغط ديالو هو ما مديش على ديك الاجواء كيولي عليه واحد شويه ديال البريسيون درونك هذاك الوليد اشنو خاصك دير ليه انت خاصك تخرجي من داك الضغط اللي فيه درونك اشنو خاصك دير ليه كتشدو من يدو ها كاين ها كاين ها كاين ولدي ها كدير ها كدير ها كدير ها كدير وكون العلاقه غادي مزيان درونك كتزيد تشجع هذاك الوليد درونك كاينين بعض الحالات اللي كيكون فيهم شويه انفعال اييه راه تي جميع المؤطرين كيعيشوا فيه كتجي واحد الحاله ديال الانفعال لان ما كنبقاش نعرف اشنو كنقول اش كنقول اشنو كنخرج من فمي علاش حقاش داك الوليد ربما كيكون كيدخل كيدير الري ديالو فاش كتقول ليه كتشرح ليه دخل كتدخل للفيستير كتعطيه التوني يلبس كتشد الطابلو كتشرح ليه ها التاكتيك اللي غادي نلعبوا بها كتشرح لجميع الاخوان كتجبد 18 لعاب اللي مكالي فيها درونك هذيك 18 لعاب كلها كتشرح ليه الدور ديالو ديك 11 لعاب وما تبقى دوك سبعه اللي مريحين في بونتوش راهم كيسنسو درونك كتمشي على ديك التاكتيك اللي انت باغي هاد الوليد هاد الدور ديالك اشنو باغي منك اشنو باغي منك اشنو باغي منك اشنو باغي منك دير لي هاد الحوايج درونك حتى واحد ما غيهضر معاك ويلي الا ما درتيش هاد الحوايج كون على يقين الا ما غوت عليك انا درونك الجمهور غيتابعك غيغوت عليك درونك صحابك غتولي معاهم فواحد المشكل في وسط التيران كيولي عنف كيولي اكتظاظ كيولي بزاف ديال الحوايج بينما درونك خاصك دير لي محل ويلي الا درتي دوك الحوايج كون على يقين اوليدي راك غتكون مزيان واخا شنو الخطه اللي كتفضل تلعب بها بالنسبه على حساب التاكتيك على حساب الخصم اللي انت معاه كاين كنلعب انا باربعه ثلاثه ثلاثه كنلعب ثاني باربعه واحد ثلاثه جوج هادي في الحالات الا كنت كان عليا شويه كما كتقول كنكونوا خارجين الملعب ديالنا ومن النسبه كنكونوا مستقبلين كنلعب باربعه ثلاثه ثلاثه من النسبه فاش كدي علينا كره كنرجعوا باربعه خمسه واحد هادي درونك التاكتيك هادي كما كتقول كتخلي كما كتقول كتخلي داك الخصم كيكون عليه بريسيو فاش كتضيع منه كره وكتعاود تسد ليه في الميليو درونك كتخليه كيولي هو تعب بالنسبه هادشي انا ماشي كما كتقول هادشي دوزت عليه فورماسيون اللي هي بشهاده عندي ديبلوم هادشي وربما ديجا لعبت كره عندي درايه دزت مع مدربين دزت مع موح الله يرحمه موح دزت مع عدد ديال المدربين اللي هما وصلوا لينا الميساج صحيح ودرونك داكشي خليته عندي انايا باش نبدا نوصل هاد الاجيال المقبله ان شاء الله وغادي ان شاء الله المصير ان شاء الله غادي من ما احسن ان شاء الله وكنتمنى بهذا المنظر هذا كنتمنى اي مؤطر يشد بالاخص هاد الاجيال ديال دابا صعيبه باش تموتي فيه كيلقى صعوبات كاين بزاف ديال الحوايج ويلي لا حاولتي ماذا تقربي عندك وتشد ليه من يده كون على يقين راه اجيال هاد الاجيال هادو ان شاء الله راه غادي تكون من احسن اجيال ان شاء الله في الرياضه ان شاء الله نقارد من ناحيه الملاعب قر ما بقاش في الاحياء كنتي كتخرج مثلا نهار الحد كتخرج كتلقى التيران كارطو بلان ديال ميني فوت في الضرب ما بقاش هادشي نقارد كنا كيما كتقولوا كانوا لعابه كيلعبوا وعندهم طموح لاعب ميني فوت وكيتسنى واحد مسؤول يجي يدي من ديك الفرقه من ديك من الدرب ويدي الفرقه الطموح حتى هو كيما كتقول حتى الطموح بالنسبه لهاد الاجيال الطموح حتى هو بدا كينقارض
كنا كنقول مثلا كنا الا كنتي لاعب السبت لاعب الحد نهار السبت كتبيت الصباط حدا راسك دروك لا دروك ها هو لعب مسيني وعنده التزامات وما كيحتفظش بهم خاصك هي مثلا كتريني به الثلاث والخميس ونهار الحد نهار الحد كتولي تمشي تدق عليه في الدار او تصوني عليه او يقدر ما يجيكش الماتش يقول لك التليفون صوني عليه دروك الوقت الاجيال ماشي هما كما كتقول هما الاجيال ديال بكري كانت بنادم كيحل عينيه كيحلها في تيران دابا ولا كيحل ولي الكينود يمشي كيمشي القهوه كيمشي التليفون بزاف ديال الحوايج نقاردو ومن سبب الملاعب سبا انا يا الطفوله ديالي انطلقت في كره القدم في 1987 87 فرونك تحت بديت ميني فوت في كما كتقولوا في الاحياء كتعرف وكانت عندي واحد الميزه اللي كانوا مثلا كان بنادم كيجي عندي الدار عدد ديال الفروق او عدد ديال المدربين دايرين فرق الاحياء كيجيو يدقوا عليا في الدار بحال كيما كتقول جيت تشجعت جيت تعطيت واحد الشحنه كبيره وهادشي راه معروف في منطقه الهراويين اللي كل من هو مثلا احسن نقول انا كنعترف براسي وباقي دابا وقال لي غادي تبعوا هاد اللي قاعده احسن نقول دار في منطقه الهراويين من بعد كاين واحد السيد اللي هو عبد الله كروكس اللي هما كبرت معاه مع عبد الله كروكس مجيد حمومي هادو كانوا كبر مني شويه اللي هما عشت معاهم واستفدت منهم ومن بعد شديت الرسميه ديالي بديت غادي خدام ما كيما كتقول عندي طموح كالشاهد كال واحد سيمانه ويشدني واحد السيد عندنا في الدرب قال لي حسن انت تبارك الله قول عندك طموح عندك شدني من يدي داني الاولمبيك الوقت اللي مشيت الاولمبيك ترينيت معاهم ترينيت النهار الاول شاف في يدك شوف المدرب اللي هو كيما كتقول كنت من فاش كندخل للبوطو مثلا الا تميتي ديز من بعد كتسمع الصوت ديالي ما كنسكتش فمين يفوت ما كنسكتش وكنت الا خسرت ربما كنبقى داك النهار كامل وانا كنبكي كنتيش كتهضر فمين يفوت الا خسرت كنا كيما كتقول كتلعب مثلا داك الوقت كنا كنلعبوا خمسينات مياوات دراهم الا خسرت درونك تجي في العشيه تلقاني باقي كنبكي ولا ما بقاش في البال الدراري حتى السيمانه حتى لحد الاخر تيغوتوا عليا يجي يقول لي راه حنا لاعبين درونك تماك فين كنت بقيت خدام على دوك الحوايج بديت كنموتيفي راسي بيدي كنجي سويع مثلا في لونطريما كنوفر بالونات كيجيو الدراري ولا الدرب كيبقاو كنا كما كتقول كنمشيو لشي بلاصه اللي هي فيها التراب كلشي كيبغي مارك عليا وانا كنزيد نتشجع بقيت غادي الوقت اللي مشيت انا اولمبيك البيضاوي تما غادي المسيره ديالي اي مدرب كندوز من عنده من الفئات اللي هي لعبت فئات مينيم اكادي دست اي مدرب كندوز عنده كيقول لي يا حسن كون على يقين نتايا كون على يقين غادي تمشي ان شاء الله بعيد وكيزيد يشجعني تما غادي في المسير ديالي لعبت معهم 3 سنين مع اولمبيك البيضاوي 1991 92 93 الاخر ديال 93 كان جا واحد رمضان جا في شهر وقيلا في شهر 4 او شهر 5 كانت عندنا التدريب في شهر ديال رمضان دار واحد دوري اللي هو داروا واحد السيد نظموا في كان هذيك الساعه في 91 كان تيران واحد عندنا كان مشهور في الهراويين هو تيران حانوت كامل في الهراويين كامله هراويين كامله كان فيها تيران واحد جميع الفروق ما كيجيونا من مولاي رشيد سيدي عثمان كلشي كيجي لذاك التيران ديال الملاقم بحانوت كامل اي هذيك دار واحد الدوري شدوني الدراري قال لي والو غتبقى تلعب معنا كتجي المقابله مع ديك الخمسه ولونطريما عندي مع الربعه دونك تخليت على لونطريما داك الشهر ديال رمضان كامل ما بقايش كنمشي لونطريما في الاخر ديال 93
سالا رمضان من وراها ثاني التدهير مع العمل ديالي اللي كانت عندي واحد اكراهات ماديه من ناحيه كانت عندي مسؤوليه ديال الوالدين. كان عندي كما كتقول العمل ما كانش، اخوتي كانوا باقين صغار ما كانش اللي كيصرف عليهم، انا كنت هو اب دار، كان الوالد ديالي اللي هو خلانا دراري صغار وبقيت انا هو الكبير في الدار، انا واحد اخ ديالي بقيت كنجيب ديك ديك المعيشه للخوت. والظروف ما سمحاش لي، الا كان عندي كنت كنترين في الاولمبيك من 10 ديال الصباح، من 10 ديال الصباح للجوج ديال النهار، دونك كنضطر انايا كنت كنمشي المسيره، كنمشي كنخدم مع كنمشي مع 6 ديال الصباح كنخدم، كنلحق 10 كنمشي لونطريمان، من لونطريمان مع الجوج كنرجع ثاني كنبقى خدام حتى 6. دونك بحال ولا علي واحد البريسيو، وكان هذاك الوقت الوالدين الله يسمح لينا منهم وكنشكروا بهذا المنبر الوالده اللي هي الصراحه الله عانات معايا معنى الكلمه وعدد ديال الاخوان. شفت بحال كواك قلت لا انا غادي نبقى مستمر في هذا الوقت اللي مشيت، وانا رجعت في وقيله شهر 11 او شهر 12 رجعت مشيت لتيسيما، دخلت عند با العسكي الله يذكره بخير ويقول لي يا ولدي حسن فين تغيبت هذه الايامات فين كنتي؟ قال لي بهذا قال لي فين كنتي غات؟ قلت له ودي راه كانوا عندي شي مشاكل، وهذه مشاكل عائليه هي اللي خلاتني ما سمحاش لي باش نجي للتدريب. قال لي يا ولدي دابا اللي عطى الله عطاه، الامور راها مشات كيما كانت، الفرقه راه هي اندمجت مع الاولمبيك والتصفيات راه مداو، المهم ولدي سير باش ما تضيعش. انت هنا كنعرفو غارديان مزيان، كان كيقولوا بهذه اللغه ديال غارديان. قال لي سير قلب على راسك ما تضيعش، واللي قال لي ولدي دار الله راه ولدي هي اللي خاصها تكون. خليته مشيت، جمعنا حنا سبعه الناس كانوا في فين سبار، هذا كان انس اللي كان المساعد ديال العماري الله يذكره بخير، دانا الريجي دانا حنا سبعه ديال سبار داني معهم. مشينا دزنا عند واحد المدرب سميتو سيمو، يا ربي سميتو احمد الله عقلنا على الشهاده سميتو احمد. الوقت اللي دخلت البوطو شاف فيا سالينا عطاني جيسين، قال لي ودي هادي غتمشي لانجليزيه وتجي المسائل ديالك. الوقت اللي جيت طرحت داك السؤال على الوالده وريحت مع راسي، قالت لي وليدي دابا وكاين المصاريف شويه ديال ترونسبور من هنا لسيدي مومن باش كنا كالترينيو، مشيت ترين شي جوج سيمانات. قالت لي وليدي هاد الكره راه كتعرفوا الناس ديال بكري كانت ديك الكره كتجيهم بحال مثلا بحال غتهرس بحال غتموت بحال ما غدير والو في الحياه ديالك، راه كتعرفوا الناس ديال بكري ماشي هو الاهتمام ديال الرياضه ديال دابا. قالت لي وليدي درونك سير قابل خدمتك وليدي، ما عندك ما غدير بها الكره وشحال، وانت شحال انت تابع الكره، اشنو صورتي من الكره؟ وانا كانت عزيزة علي واحد الوالده ما كنبغيش نخسر لها الكلمه ديالي، شفت عييت وانا رجع للعمل ديالي. بقيت غادي مشيت اتجهت لواحد الفريق اللي هو فريق الانوار، فريق الانوار اللي هو من 83 الاسم هذا اللي بهذ الشهاده اللي كان كيعرف التيران ديال العرج اللي كان في بلاصه القدس، كانت الانوار يا الانوار في لاله مريم، راه هاد الانوار راه عطات ماشي هاد الاسم عطى لعابه كبار وباقي ان شاء الله مازال ان شاء الله الى سخر الله. مشيت جاو عندي شي دراري من لاله مريم، قال لي ودي غتجي تحبس لينا. مشيت سرات مشينا بديت لعبنا بدينا في سيدي عثمان، سيدي عثمان بدينا لعبت معاهم العام الاول تكلاسينا حنا الثانيين، جات الترجيه اللي دات البطوله العام العام اللي من وراه دينا حنا البطوله، جينا هنا انتقلنا هنا للوداديه ديال مراشد بهذا الشكر هذا المرحوم سي عبد الواحد الله يذكره بخير. ومن بعد جينا عثمان رئيس ولاديه مولاي رشيد، تمينا غاديين الا كان عندنا واحد فيكتيف اللي كله لعب في اتفاق لاله مريم، كل هذاك فيكتيف اللي كان عندنا في ديك الفرقه كله لعب في اتفاق لاله مريم ولعب في امجاد سيدي عثمان. امجاد سيدي عثمان فاش كان شاد
جبيلو. ثم غادا المسيره طيب بحال كون غادي كرلع مع ديك الفرقه شويه ويعطي لي ديك الفكره انا غادي ناخذ الفرقه ديالي الراسي بهذا الاسم. خد داك الاسم طلعتو لمنطقه الهراويين جمعت سبعه اخوان ديال ميني فوت كان واحد الدوري ديال رمضان خدو سبعه الاخوان اللي هما باقين دابا كاينين الاخوان كنشكر هاد الشكر كنقدمو لعبد الله الفوزي هو اللي كان من البدايه ديال الفرقه عبد الله الفوزي زنيبر محمد عبد الجليل بلادي وتمات غادا وسيمو بالكيال وتمات غادا الامور غادا كتحسن كما داكشي اللي هو تمنيت تميت غادي به. ما عليناش دينا داك الدوري ديال رمضان دينا فيه جوج دوريات من بعد سالا رمضان قلت اش غندير غندخلوها هاد الفرقه هادي غندخلوها الوداديه وكون كان اجتهدت بكل ما جميعها وكان كما كنقولوا هنا بالنسبه للمنطقه كاين كيكونوا فيها شويه ديال الاكراهات بين الملاعب وداكشي المهم حنا كما كتقول داكشي غادي نتفاداو مع الوقت ان شاء الله وكان بهذا المنبر هذا بالنسبه للفرقه دابا راه كنقدموا الشكر مقاطعه سيدي عثمان اللي هما عاطينا الترخيص ديال لازونيز اللي هو كالتريني وفيه وكنروشوا فيه وصراحه الله عاطينا يد مساعده كنشكرهم بهذه المناسبه ديال الفرقة في العصبة انا جايك تمينا غادي لعبنا في الودادية ديال السالمية العام الاول بدينا غادي خدامين انا تكونت مع واحد الناس اللي كان الى دخلت التيران درك ما خاصني تخسرك كانوا شويه ديال المشاكل تما كان شويه ديال الكيضه بنادم باغي قلت لك هذاك المكتب ديال ديك الوداديه قلت لي ودي انا ماشي باغي نجمع فرقه باش نهار الحد نجي نبدا نضارب ولا لا الله يرضي عليكم هذا العام انا غتعفيوني راني غادي ندير انتقال الوداديه اخرى. جيت الوداديه ديال لالمريم تميت غادي كانوا فروق في المستوى لازاكس بهذا المنبر كنقدمو لعبد الرحيم بيتشو والنجم الاحمر اتفاء سميتو الوفاق جميل كانت 16 فرقة اللي هما ويسمحوا لي الإخوة اللي ما جبتش أسماء ديالهم تمينا غادين من الأحسن ما يكون ديك الفرقة أول ما بديت كنموضي فيها الأخلاق دينا كنا كنديو أحسن فارق في الأخلاق كل عام كنديوها حنايا وهذا المنبر كنشكر السي سنان وشي سالم رئيس ديال وداديه لالمريم كل عام كنديو احسن كنقول دوك الوليدات مثلا اللاعبين مع الثمانيه كنقول لهم السبعه ونص كيجيو كيعطوني مجدين الفطور ديالهم جميع ما يكون تونيات من ناحيه داكشي ديال المشاركه ديال ليسونسيات ديال الضمانه كل شيء كان نتحمل بها المسؤوليه ما كيجي داك اللعاب اشنو كيجيب كيجي مع صباطو كنقول يجي معك صباطك جي كنخلص المشاركه 200 درهم وضمانه وليسونسيات فلوس تيران جميع ما يكون نهار الحد كنكون ندير لهم واحد الاجواء لكن نلعب مع الثمانيه كيجي كيلقى الفطور كيفطر في التيران كندخلوا نلعبوا الماتش ديالنا في التيران كنلقى شي وليدات اللي كنشدهم بهذا المنبر باقيين معايا دابا كاين شي وليد كنقول كنشحنهم كنقول لي اللي ماركه غتعطي 10 درهم ولحق البيت عطيه 5 درهم دروك هي تم غادا الفرقه دروك دات كان الفرقه بدا كيجمع واحد فيكتيف واحد كيجيب واحد تما غادا الامور كما هي بقيت بعد ما قلت شي غادي يا يا ربي 2015 كانت واحد الفرقه اللي هي محسوبه على لانين ديال مديونه هلال الهراويين كانت قبلت في العصبه كانت دافعه الدوسي ديالها ما عرفتش عامين وشنا هو الوقت اللي تقبلت قالوا عاد من خاصين نلعب عاد من غنمشيو عند حسن جاو تاجو عندي قال لي ودي راه حنا بغينا الفرقه ديالك تجي توقف عليها انت وكاين وكاين قلت لهم مرحبا حنا ماذا حنا راه الدومين ديال الرياضه مرحبا شديت ديك الفرقه تمينا غادين بالاسم ديال ديك نادي الهلال الهراويين دينا غادي خدامين خدمت معاهم ذاك العام ديال 2015
2016 كنا غاديين في الصعود، كنا غادي نطلعوا هذاك العام الاول الدراري متحمسين، وكنزيدوا معنا شي حوايج اللي كنزيد يزيدوا يتحمسوا بهم. تمينا غاديين هذاك العام الاول ضربنا فيه الاهرام، كانت معنا ثناتا ضربناها، تمينا غادي نشادي لا كورس. طحنا في اكراهات بين الرئيس من ناحيه الماديه، بقيت كنصرم من عندي. وليت كتجي بين الجمعه والخميس كيقول لك اودي كنخلص البوليس، كنخلص الحكام، كنخلص تيران. بقيت غادي كيقول لي حتى الماتيريان باش لا توني تا هو شريتهم من عندي. وليت غادي خدام معاه، وليت غادي خدام معاه الوقت اللي تما غادا الفرقه. الا كون سعيد قزاب الا كون عطاني المساعده، هذاك كان هو الرئيس، كنا غنطلعوا هذاك العام الاول كنا غنطلعوا مع الفرقه متحمسين، الدراري عندهم واحد الاجواء زين. وقعنا طحنا في شويه اكراهات في الاخر. انا لحقت شي 15000 درهم اللي لحقت مع داك الرئيس، وما عنديش عليها شي ضمانه. من بعد قلت لي ودي دابا الفرقه راه ديالك، وانا انا عاضف، انت كتشوف كيفاش سميت غادي الفرقه وحنا غاديين في الصعود. عاوننا الا كنتي عندك واحد الهدف باغي تطلع دروك عطيني المساعده خل نطلعو. لحق شي حوايج لقيتو تا هو مسكين، الله يحسن العون، الله يحسن العون. تا واحد ما كيلقاه كيبغى بهذا المنبر هذا، هذا الميدان ديال الكره الا بغيتي تتبعيه بحر كبير عليناش. بقينا قال لي ودي كاين وكاين كتشوف الاكراهات اللي فيها هكذا هذه عليناش. تفادينا ذاك العام ديال 2015 سالينا، جمعت شي اخوان، درت جمع عام، جمعيه دفعت الدوسي ديال العصبه دفعتو. كاينين شي سبحان الله العظيم، هو انسان داكشي اللي زرعتي غتاكلي. دفعنا الدوسي من عند الله، تقبل لينا في العام الاول فاش دفعناه. دفعنا شهر 5 شهر 7 قال لك اودي راه الفرقه عندكم تقبلات. الاسم ديالك والناس في العصبه عرفوا كل شيء الاخوان كما كتقول. مع دفعنا العام الاول سخر الله، جي عندي مهود هو واحد السيد لعاب سميتو فاضيل مجيد، اللي هو كان هو الكابيتان حاليا في الفرقه عندي، كان قدم لي هذا الشكر، اللي هو ديجا لعب عدد الفرق في الهوات. قلت لي غتجيب لي معك ياسين البحيري، قال لما انا صيبت لي ليسونسي كاليفيت هذاك النهار جاي في العشيه، جاي حدا قهوه الشلوخ، جاي مهودين في كرويله واحد مول الرموك، جاي باغي يرجع مارشاريان، الدرون الكرويله تزاحمت، ضربت لي الركبه ديالو تحلت اول ما جاي عندي. هذا ياسين البحيري غوت عليا مجيد وانا باقي كنلبس في الدراري، قال لي ودي ياسين هطرالي وطالي حقاش هو مولف في الكراول، يلاه كانوا ساكنين في الهراويين هنايا هما مولف. قال لي ودي طالي وطالي، قويت على واحد السيد معايا سميتو امزي ادريس، قلت له ودي غتمشي تجي القهوه غتلقى الدريه كاين وكاين غتهزي دير سبيطار. فعلا كان بقيت مقابل الماتش، جا هو استحق بي ياسين، اداه لسيدي عثمان خيط ليه، جا دوزنا هذاك الماتش. من بعدها كان وقعوا شي اكراهات تحبس ذاك الدوري. من بعدها فات رمضان، في رمضان دار واحد الدوري اخر جبتهم شاركنا به هنايا في رمضان، اللي فيه خمسه الدوريات اللي تسارين عليهم كاملين في الهراويين. كل شيء وليتي كتسمع الفرقه ديال المزقيطي، التيران ولا بنادم كيجي مع الربعه كيشد بلاصتو تماك. تسارينا على ذوك الدوريات كاملين ديال الهراويين كاملين الدينامو، وباقي عندي الفيديوهات ديالهم اللي انا كنت داخل بوطو كنت غارديان فيهم، باقي عندي كلهم عندي لي سيدي ديالهم. صافي سري الفرقه، فرقه مزقيطي الفرقه اللي اي تورنوا كتلقى كتسمع فرقه مزقيطي كتلقى التيران عامر. ما الغدا فات الامور دخل معنا البطوله، لعب معنا ذاك العام كامل، بدا من ورا رمضان بدات البطوله. سرات المسيره ديال ياسين البحيري اللي هو كان قدم لي الشكر، انسان خالوق، انسان وقف قدامي حسيت به واحد الدري اللي هو كما كتقول عنده واحد الكاليتي، دري يستحق بهذا المنبر هذا، دري يستحق يكون في هذيك المكانه ديال البروميان سيري. كان لعب معنا ذاك العام في الوداديه من نسبه، اتصل بواحد اللي هو كما كتقول كيكون واحد الانسان اللي كيكون عنده تواصل مع الفروق اللي هو بهذا المناجر.
قال لي ودي ماشي ماناجير، هو ماناجير ديك الماناجير اللي شويه ضعيفه، شدو هو توا ولد بنيتي، شدو الدار البرنوسي ضرب معاهم 6 شهور، دا الموسم جات الياسا سميتها الحسيمه داتو وايسن مشاو في سيمانه وحده، مشاو ايسن مشاو الحسيمه لعب هذاك العام لعب الحسيمه، السنه المقبله غوت عليه الزاكي، كان الزاكي شطانجه هي فين دا مع الموسم ديال البطوله، من بعدها مشى الاولمبيك خريبكا، من اولمبيك خريبكا دابا راه كان جا كان جا البرشيد وواقيلا ربما وقع شي نسو تفاهم، ودابا لحد الان راه في الزمامره، وكاين عبد الله فوزي اللي هو لحد الان راه في التكوين، وهاد المنطقه ماشي عاطي هاد اللعب، كان سعيد القصبي اللي هو كان كيلعب في سطات، عميمي اللي هو لعب في الراجا، كانوا عدد ديال اللاعبين اللي عندهم واحد الكاريتي اللي كانوا كيستحقوا يلعبوا في السيليكسيونا، يلعبوا في السيليكسيونا عدد ديال الوليدات اللي ما كانوش محدودين، مثلا فاخر صالح اللي كان من لافا سانتر، داك لافا سانتر اللي ديما كتسنى منه يماركي لك، كان برقيق بن الخو الا حطيتي في دومي سانتر سير تهنى، كان بزاف عدد نجمي عبد الرحيم، هاشم نوني، كانوا لعابه اللي كيما كتقول كانوا من الناس محظوظين، الى هاد الاوكازيو ديال اللي طاحت دابا وهاد الحالين هاد الاجواء اللي كانت، الى كانت هراوين كانت غتكون بروميان سيري، كان عندها غتكون عندها فرقه بروميان سيري بدوك العناصر اللي دازوا عندها، كانت فرقه وماشي كيما كنقولوا ماشي المنطقه اللي هي سهله، هاد المنطقه هادي سكننا فيها 1969 ابن المنطقه، عندي غيرة على المنطقة ولحد الآن بقى عندي غيرة، وباقي الحمد لله كنتمنى وإن شاء الله نوصل لذاك الشيء اللي باغي نوصل منه المنطقة. بالنسبة للمسؤولين دا أول ما كان نقدم الشكر للمسؤولين ديال شو تي في، وبالنسبة للمسؤولين ديال منطقة الهراويين كنقدم لهم الشكر، وما هي كاينين إكراهات، هاد الإكراهات ديال الملاعب كما كيقولوا من العقار، وان شاء الله من هنا مع الوقت ان شاء الله راه غادي نتفاداو، حقاش هي الهراويين كما كيقولوا راه من بكري ماشي الاكراهات، عذروا من بكري الاكراهات، كانت واحد الاجواء كما كانوا ملاعب، اما هو ملاعب ما كانش العقار ديال المشارك ماشي ديال الجماعه او ديال هذيك اللي كنا غادي نشوفوا في واحد الملعب. وبالنسبه هذا كنقدموا الشكر للرئيس السيد رئيس الجماعة وجميع الأعضاء، بصراحة طلع المنطقة وهاد الفرقة راهم كما كتقول واخا ملقين شوية إكراهات من ناحية بالنسبة الملاعب، كما كتقول بحال عطاونا واحد شوية ديال التنفس، فاش كانوا عاطينا تيسيما من تيسيما عاطينا لازونيز اللي عاطينا الترخيص ديال التدريب، عاطينا الترخيص في كاروسوي، هاد الشكر كامل كنردو للناس المسؤولين ديال المنطقه. وبالنسبه للناس اللي هما كما كيقولوا الناس ولا ابناء المنطقه راه منقادو من المنطقه ما بقاوش، والرساله اللي كنوجه هي رساله شكر، وكنتمنوا ان شاء الله هاد الوليدات ديال المنطقه ان شاء الله من هنا لهادي غادي يشوفوا ما احسن ان شاء الله، وكان هادشي اللي عندي راه كنبغي نوصلوا للوليدات من رافع المنتج ان شاء الله، كما كتقول داكشي اللي انا باغي راسي غادي نتمنى للوليدات ان شاء الله، وداكشي اللي ما وصلش لي انا غادي نتمنى نوصلوا لهاد الاجيال ديال منطقه الهراويه ان شاء الله، وشكرا.